اخباركم ايه؟ كل سنه طيبين، يا رب كلكم تبقوا بخير ان شاء الله. طبعا المقدمه كانت باينه قوي. كلام النهارده هنتكلم عن الاسكندرانيه واسكندريه. اسكندريه هي العاصمه الاولى في ايام زمان، العاصمه الثانيه حاليا اللي بناها اسكندر الاكبر، اتسمت طبعا على اسمه، احنا عارفين الكلام ده كله. واللي طبعا ما يعرفش حاجة عن اسكندرية بيخش على النت ويعرف يعني ايه اسكندرية، يعني ايه جمال اسكندرية. اسكندرية يعني الناس الجدعة، يعني الناس الطيبة، يعني الناس الهادية، يعني الناس اللي ليها طريقة كلام متخصصة او طريقة كلام مختلفة عن مصر كلها. اسكندرية اللي فيها في الشتاء جمال تاني خالص غير أي بلد تانية خالص. هنتكلم النهارده عن الإسكندرانية بسبب إن في الفترة اللي فاتت ناس كتيرة جدا اتريقت على الإسكندرانية إن هم عم بيعملوا حاجات كتيرة قوي. أول حاجة هنبتدي، الناس اللي كانت بتقول إن الإسكندرانية نزلت أيام الكورونا قعدوا يعملوا مظاهرات والكلام ده، الكلام ده كله طبعا ما حصلش. حصل تجمعات، مش هنقول حاجة، بس لا كانوا بيقولوا يسقط الحجر الصحي ولا كانوا بيحرقوا في عالم الكورونا والكلام الأهبل ده ما حصلش. عموما كل الناس اللي اتريقت عليه على الإسكندرانية ليها وقتها. تاني حاجة موضوع رمضان، الإسكندرانية دايما كل رمضان بيعملوا فوانيس كبيرة جدا، بيبقى حجمها كبير جدا فعلا، وبياخدوه وبيروحوا يعلقوه في مكان معين. طبعا الناس، في ناس طلعت وقعدت تتريق علينا برضو وقالوا ان هم ماسكين، ما عملوا فانوس على شكل كعبه وقعدوا يلفوا حواليه والكلام ده، الكلام ده كله ما حصلش. ده بالفعل ما حصلش. هم الناس بس هي كانت هم عملوا فانوس على شكل كعبه كبير جدا واخدوه وراحوا يعلق، كانوا ماشيين ان هم رايحين المكان اللي هيتعلق فيه، بس هو ده اللي حصل مش اكتر ولا اقل. فعموما الناس اللي بتتريق علينا كل واحد ليه وقته. هنتكلم على حبة حاجات في اسكندرية وجمال اسكندرية وايه اللي بيخلي اسكندرية مختلفة عن اي حاجة. اول حاجة، وانت مش فاكر انا هفكرك باكبر واطول مائدة رحمن اتعملت، فهي اتعملت في اسكندرية، وانت اكيد كنت نفسك تيجي تقعد فيها او على الاقل ما فيها تيجي تتصور جنبها، صح كده؟ ادي صورها. تاني حاجة، انت يا مصيف او يا غريب عن اسكندرية او يا اللي بتتريق على الاسكندرانية، لما بتيجي اسكندرية بيبقى نفسك برضو تخش مكتبة اسكندرية اللي هي كان فيها من كام سنة، اللي انا كنت قاريها اخر مرة كان فيها اكتر من 8 مليون كتاب مختلف. طبعا دلوقتي زادوا. طبعا مكتبة اسكندرية يعني من المعالم اللي مش موجودة في اي حتة، وانت بتبقى نفسك تيجي تقعد فيها. تالت حاجة، شواطئ اسكندرية وجمالها ونظافتها لحد ما انتوا بتيجوا، دي هنتكلم عليها نقطة دلوقتي، هنتكلم عليها على طول، بس أنا بس عايزكم تشوفوا شواطئ اسكندرية وجمالها وعاملة ازاي. ويا سلام بقى وانت قاعدة كده في البلكونة وبتشربي كوباية القهوة، بيبقى ليها طعم تاني خالص وبيبقى ليها احساس تاني خالص. وطبعا محد مش اي حد يعرفه غير الناس اللي مجربه الجو ده ومجربه القهوه ديت ومجربه في المكان ده، اللي هم الاسكندرانيه طبعا. رابع حاجه، اكله السمك الاسكندرانيه. طبعا دي بتتحكى في العالم كله على ما اعتقد، ان الناس لما عايز تاكل سمك، اكله سمك نظيفه ومحترمه، تروح اسكندريه. انت اللي بتتريق علينا عارف الموضوع ده. اخر حاجه هنتكلم عليها، طبعا الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها وشفنا صورها، دي مش كل حاجه في اسكندريه. طبعا كان في عندنا مناره اسكندريه اللي كانت من احد عجائب الدنيا السبعه، وطبعا الزلزال، في زلزال قديم جه فهي اتهدت. طبعا ملهاش صور غير صور جرافيك على كل المواقع. طبعا الاهم بقى من كل ده هنخش او هنشوف بس شواطئ اسكندرية النظيفة الجميلة وهي فاضية من المصيفين.
بص بقى، احنا كده شفناها وهي نظيفه وعرفنا هي عامله ازاي. عايزين بقى نشوف الصور لما حضراتكم او كمصيفين من كل محافظات مصر بتيجوا عندنا بيبقى عامل ازاي وايه الاختلاف. يعني انتوا بتملوا لنا اسكندريه لدرجه ان احنا ما بنبقاش عارفين احنا فين. ده غير ان انتوا لما بتقول لنا الواحد بيقول لا احنا انا اقعد في البيت احسن، منزل المشوار اللي كان بياخد مني 10 دقايق ولا 5 دقايق بياخد مني ساعه او ساعه ونص بسببكم يا اللي بتتريقوا علينا. طبعا في صورة بقى مهمة جدا أنا لازم أوريها لكم دلوقتي وهنتكلم عليها، لأن الصورة دي بتحصل كل سنة وكل شوارع اسكندرية، وكل مرة واحد جديد بتصور نفس الصورة. اتفرج على الصورة الأول. أنا عايز أقول لك حاجة واحدة يا اللي بتتصور الصور دي، هو يعني أنا ذنبي إيه؟ وبنتي ذنبها إيه؟ ومراتي ذنبها إيه؟ وأمي ذنبها إيه؟ وعموما يعني كأي حد ماشي في الشارع ذنبه ايه يشوف لباسك؟ يعني حضرتك جايب اللباس ده من امريكا؟ طب جايبه من توكيل اديداس مثلا؟ يعني طب انت ما اتعلمتش ان البحر ليه حاجه معينه بتلبسها وبتنزل؟ يعني اللباس ده يعني انا مش عارف اقول لك ايه بصراحه. يعني احنا كل سنه بنلاقي نفس المناظر ونفس الاشكال باللباس دي. عموما عايز اقول لك على حاجه، بعد التريقة وبعد حبة الكلام اللي اترمى على الاسكندرانية انا عايز اقول كلمة واحدة، انا لو شفت الولد ابو اللباس ده تاني صدقوني ما هيحصل طيب، صدقوني هيحصل حاجات يعني مش عايزين نقول عليها دلوقتي. الصيف جاي وان شاء الله. احنا كده خلصنا الحلقة بتاعت النهاردة. طبعا عايزك تعمل لايك شير اشتراك وتتفرج على الفيديوهات اللي قبل كده، واستنى الفيديوهات اللي جاية بعد كده، لسه في قدام كتير فيديوهات كتيرة جدا هنتكلم عليها. يلا سلام عليكم.